بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان، وحلقه جديده من الملاعب اليوم. وطبعا النهارده والامبارح واول كلنا في حداد اكيد على ارواح الشهداء اللي راحوا في ماتش الزمالك وامبي. ربنا رب يرحمهم، شهداء عند يعني احيانا عند ربهم يرزقون ان شاء الله باذن الله. اولاد صغيرين كلنا شفناهم اعمارهم 17 و19 و20 سنه. ربنا رب يرحمهم ويرحمنا جميعا. هو يعني زمن الفتن اللي احنا فيه، وفي كده مقوله يعني اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لان احنا في مرحله فتن وربنا رب يستر على اللي احنا فيه. الدنيا بقت صعبه جدا. ده برنامج رياضي، انا طلعت قدمت وعزيت في البرنامج ده اكتر ما لعبت او ما اتكلمت كوره، لان كميه الحاجات اللي بتحصل غير طبيعيه بالمره، امور خارج امور الكوره بشكل كبير جدا جدا. ودايما بصراحه الواحد يعني دايما مقوله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه دي، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لان الموضوع بقى فيه لبس كبير جدا، وبقى فيه حاجات كتير جدا الواحد مش فاهمها، او اقصى يعني اكبر من مستوى عقلي على الاقل. ممكن في ناس تفهم الحاجات كتير، لكن انا ما بفهمش الحاجات دي بصراحه. اللي بتحصل كتير قوي المؤامرات والكلام الكبير او اللي بيتقال اليومين دول، لكن في الاخر الناس بتموت، والناس يعني اولاد صغيرين دايما هم اللي بيموتوا. ربنا رب يرحم يعني يرحمهم ويصبر اهاليهم. تبقى اصعب حاجه يعني، يعني انا كان عندي تجربه شخصيه، صديق توفى، حاجه كانت صعبه جدا علينا كلنا، وكان عنده يعني 37 سنه. فتخيل بقى عنده 19 و17، ده لسه الحياه قدامه عامله ازاي. فصحابه وعياله واصحابه واهله، الموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا، خصوصا هو رايح يشجع ويلعب ماتش كوره او رايح يتفرج على ماتش كوره. تبقى يعني الفجعه اكبر، لان هو مش في موقف خطوره مثلا ولا رايح يعمل حاجه، رايح يتفرج على ماتش كوره ويعني ويموت. فالموضوع بيبقى صعب جدا وغير متوقع، واحداث صعبه كلنا شفنا اليومين اللي فاتوا، الناس بتتكلم كتير جدا. يعني انا وانا جاي الحلقه مش عارف هقول ايه، يعني الموضوع بالنسبه لي عشان كمان طبعا اي حد بيموت اكيد بيبقى موضوع صعب، لكن كمان نادي الزمالك فالموضوع بيبقى يعني حالة صعبة جدا. الموضوع كان يعني حتى كلنا شفنا الأحداث بشكل عامل إزاي. عايز أتكلم في الأمور كثيرة طبعا هنتكلم عليها أكيد، لكن خلينا نتكلم في ثلاث حاجات، اللي هي موضوع الدخول الملعب. طيب خلينا أول ما أتكلم في الموضوع والمواضيع كلها بشكل عام، خلينا أول نشوف عناوين أخبارنا. مش يعني طيب خلينا نشوف عناوين أخبارنا فيها الأول. الدربي ينتظر العودة أو الإلغاء الخميس. لجنة الأندية تدعو لاجتماع طارئ. تعويضات جديدة لضحايا الدفاع الجوي. والناقد الرياضي الكبير أستاذ عصام سالم هيبقى معنا إن شاء الله بعد شوية. طيب طبعا يعني شفنا كلنا البرامج وشفنا الناس وشفنا وجهات النظر كتير جدا، كله بيتكلم. بعد يومين الدنيا يعني مش بتهدى، بس طبعا الامور يعني بتحاول الواحد يشتغل يشغل مخه شويه اكتر. الموضوع فيه طبعا حاجات كتير جدا، يمكن الناس كلها اتفرجت على القنوات الماتشات او الايام اللي فاتت، كله اتكلم في كل حاجه، ما عندناش حاجه نقولها جديده في هذه الحادثه. بس يعني هتكلم عن وجهه نظر الشخصيه في الموضوع ده، برضو واحد شاف حاجات كتيره. ده يمكن النهارده لقطه برضو جت، الناس اللي عندها سوشيال ميديا وفيسبوك كده شافوا اللقطات دي من بره او من فوق من ملعب المباراه، واحد جوه الملعب ومصور مصور الاحداث من بره من جوه الملعب، يعني ده قاعد في مدرج وبيصور. ده طبعا الكوريدور اللي الناس كانت واقفه فيه، واضح كم الناس اللي واقفه، اخره اللي هو القفص الحقيقي ده اللي بيدخل في الاخر على الدفاع الجوي. يمكن الكلام ده كان اعتقد الوقت ده يعني الساعه 4 مثلا الساعه 3، الدنيا كانت لسه فيها نور، يعني قبل الماتش بشويه.